بص مؤمن زكريا بيعمل ايه؟ يعني بص مؤمن زكريا يعني جميل بيقول مؤمن. لي بالراحة على كهربا شوية، احنا ما بن بيقول لكم بالراحة احنا على ما خد بالك كهربا احنا لسه شوية، ما بتنطقتش. يعني بصوا في جمال اكتر من كده، جميل جميل، يعني ايه ربنا الدعم يشفيك يا دوت مؤمن والله. وايه الجمال ده يا مؤمن؟ ربنا يشفيك امين ويجعلنا طبعا بالسلامة، طبعا طبعا تحياتي ليك طبعا، تحياتنا يا مؤمن طبعا. انت عارف وان انت للعيبه حاجة كبيرة وقيمة حجم كبيرة معزتك يعني، وشخصية محترمة. صح، ومؤمن كمان من اللعيبه اللي كانت مؤثره على المرمى بشكل طبعا غير عادي ودايما ما تتوقعوش، سواء بص لما كان بقى في الزمالك اللعيب، او في الاهلي بيحس يحس باللعيب بزميله. دي يعني، حقيقه. حاسس بيه ان هو يعني فلتة وخد منه بالك شوية. احنا ما انتقدناش كهربا، لا احنا احنا انتقدنا اداء او طريقه تصرف كهربا، او انتقدنا المشكله، احنا عرضنا المشكله مش اكتر. واحنا قلنا يا مؤمن، احنا قلنا احنا في فرق ما بين النقد البناء والهادم، احنا مش ضد كهربا، واحنا قلنا علاقتنا الشخصيه بكهربا فوق ممتازه. عشان تبقى فاهم بس يا كابتن مؤمن، احنا بنقول كهربا دي يعني قرصه ودن قبل فوات الاوان، احنا بنحبك وعايزين مصلحتك.